السلام عليكم أعزائي التلاميذ، درسنا لهذا اليوم وهو التناسبية La proportionnalité. نحن في الجزء الثاني، لنلاحظ معنا الجدول التالي والذي يمثل سير سيارة، إذ يمثل السطر الأول من الجدول المدة بالساعات، والسطر الثاني يمثل المسافات بالكيلومترات. ونلاحظ أيضا أن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني، وذلك بقسمة أعداد السطر الثاني على الأعداد الموافقة لها في السطر الأول والحصول على نفس العدد وهو 80، وهو معامل التناسب. إذن هنا نتكلم عن جسم متحرك، إذن فهنا يجب أن نتكلم عن مسافة مقطوعة، أي مسافة مقطوعة في مدة زمنية معينة، وبالتالي هنا نستنتج أن معامل التناسب يسمى بالسرعة المتوسطة لهذه السيارة. إذن 80 خارج المسافة المقطوعة على المدة الزمنية يسمى بالسرعة المتوسطة، ومن خلال هذا نستنتج أن السرعة المتوسطة La vitesse moyenne تساوي المسافة، أي La distance، هنا لدينا المسافة بالكيلومتر، قسمة المدة Le temps، والمدة تكون بالساعات. لنمر معا إلى تمثيل هذا الجدول في مبيان. إذن المحور الأفقي يمثل المسافة بالكيلومتر، والمحور العمودي يمثل المدة بالساعات. وعند تمثيل هذا الجدول على المبيان نلاحظ أننا نحصل على خط مستقيم يمر من أصل المعلم، والذي يمثل وضعية تناسبية. لننجز معا التمرين التطبيقي. نقرأ المسألة جيدا وبتأنٍ. يسير سامي على متن دراجته بسرعة 15 كيلومتر في الساعة. احسب المسافة التي يقطعها سامي بنفس السرعة في كل مدة مما يلي، أي أنه يسير بنفس السرعة خلال كل مدة. ومن هنا نستنتج أن السرعة المتوسطة التي يسير بها سامي هي 15 كيلومتر في الساعة، وتعتبر السرعة المتوسطة معامل التناسب. نلاحظ أن السطر الأول من الجدول يمثل المدة بالساعات، والسطر الثاني يمثل المسافة بالكيلومتر. وللانتقال من السطر الأول إلى السطر الثاني سوف نضرب في معامل التناسب، وهو السرعة المتوسطة 15 كيلومتر في الساعة. إذن 4 ضرب 15 تساوي 60، أكتب 60. 7 ضرب 15 تساوي 105، نكتب 105. وعشرة ضرب 15 تساوي 150. لنذكر بأن السرعة المتوسطة
la vitesse moyenne تساوي المسافة بالكيلومتر قسمة المدة بالساعات. La distance en kilomètres divisée par le temps en heures. وتساوي 15 كيلومتر في الساعة. أي نعبر عن السرعة المتوسطة بالوحدة كيلومتر في الساعة.